حكت الفنانة عفاف شعيب عن محاولة إحدى صديقاتها لخطف زوجها رجل الأعمال طارق العريان منها. وقالت عفاف شعيب خلال لقائها في برنامج كلام الناس بعد الظهور من تقديم ياسمين عز عبر قناة الام بي سي مصر أمس 22/9/2022، قالت: واحدة عملت لي عمل عشان تاخد جوزي مني، ووقتها انفصلنا فعلا وحاول يرجع تاني بس أنا رفضت. وقالت: ما في حد بيجي عليا وبقول يا رب إلا وربنا بياخد لي حقي، واللي عملت لي العمل ده قلت يا رب أنت وكيلي وحسيبي، العربية اتقلبت بيها وعايشة عجزة لغاية دلوقتي. وخلال اللقاء تحدثت عن فترة زواجها من المنتج رياض العريان، وما قيل وقتها أنه يشتري لها هدايا باهظة الثمن. فقالت: أنا عمري ما طلبت منه جنيه، أنا كنت عاوز أشتري عربية مرسيدس سنة 1988، وقالوا مفيش تقسيط ساعتها، كان المبلغ المطلوب كاش وتمنها كان 45,000 جنيه. طلبت من رياض يسلفني 5,000 جنيه، رفض، فربنا بعت لي شغل واشتريت العربية. وتعالوا بقى نشوف أسرار أعتقد ما تعرفوهاش. وكشفت الفنانة عفاف شعيب أن قرار حجابها تسبب في ضجة كبيرة في مصر، وتباينت ردود الأفعال وقتها بين مشجع لها ومعارض للقرار، مؤكدة أن البعض اتهمها بالجنون. وقالت شعيب خلال حوارها ببرنامج سر حليمة على فضائية المحور أن الفنانة شادية اتصلت بها وقتها وقالت لها: حجابك زلزل مصر، لأن حجابها جاء قبل وقوع الزلزال الشهير في التسعينيات ب5 أيام، مشيرة إلى أنها ردت على شادية قائلة: الحمد لله إني اتحجبت قبل الزلزال حتى عشان ما يقولوش اتحجبت عشان خافت من الزلزال. وأكدت شعيب أن ارتدائها للحجاب ساهم بشكل كبير في بث الهدوء والسكينة داخل قلبها، مشيرة إلى أنها قبل ارتدائه كانت عصبية للغاية وتنزعج من أي كلمة أو خبر ينشر في الصحافة. وأفصحت عفاف شعيب أنها ورغم تربية والدها الصارمة معها هي وأشقائها منذ الصغر واستخدامه لخرطوم المياه في تأديبهم، إلا أنها كانت ضرورية وساهمت في تقويمهم. عفاف شعيب اعترفت أنها فكرت في اعتزال التمثيل، لكن لقائها بالشيخ الشعراوي جعلها تتراجع عن هذا التفكير وتتكلم عن هذا اللقاء، وكلمات شادية التي لا تنساها وحجاب نورة الذي تم في بيتها، كما تحدثت عن حياتها بعد الحجاب والجلسات الدينية وموقفها من أدوارها السابقة للحجاب واعترافات أخرى كثيرة كشفت فيها الكثير من أسرار قصتها مع الحجاب، وهنشوفها دلوقتي. كيف بدأت قصتك مع الحجاب؟ بعد أن توفي أخي جاءتني رؤية لهوة ويقول لي: الدنيا فانية ولا تجري وراءها لأنها كلها متع زائلة ولا تستحق أن نخسر الآخرة من أجلها ولا ينفع إلا طاعة الله. وبعدها وجدت صديقتي ياسمين الخيام تضع الحجاب وتنصحني أيضا بفعل ذلك، ووقتها كان معروضا علي أعمال فنية كثيرة من أفلام سينمائية ومسلسلات، ولذلك لم أفكر أبدا في خطوة ارتداء الحجاب، ولكنني كنت أفكر بشكل دائم في الرؤية وكلام أخي المتوفى، وكان هذا الحديث يتردد في أذني في كل مكان أذهب إليه ولا يبتعد عني أبدا. شعرت بأن هناك شيئا ينقصني ولابد أن أفعل. وفي يوم جمعة وكنت جالسة في المنزل دعوت الله أن يقودني إلى فعل الخير لنفسي، وبحركة لا إرادية وجدت نفسي أذهب إلى دولاب الملابس وأخرج منه طرحة كنت أحضرتها من مكة وارتديتها، وهي كانت الطرحة الوحيدة المتبقية عندي من أصل 12 طرحة أحضرتها ووزعتها هدايا بعد عودتي من العمرة. هنا عفاف شعيب تتوقع التعازر في وفاة أخيها. كانت حزينة طبعا حمدي أحمد والكل كان بيعزيها. هل كنت تفكرين في تلك الخطوة قبلها؟ بصراحة شديدة لم أكن أفكر في الحجاب نهائيا، ولكني كنت متدينة بالفطرة، فكنت أصلي وأصوم وأقوم بكل الفروض المطلوبة مني إلى الله باستثناء الحجاب. فأنا مولودة أصلا في أسرة متدينة، وأمي وأخواتي البنات كنا يرتدين الحجاب، إلا أني وبحكم مهنتي كفنانة لم أكن أستطيع ارتداء الحجاب خصوصا في ذلك التوقيت،
لأن شهرتي كانت ترتفع وكان لدي عروض سينمائية وتلفزيونية عديدة، ولكن عندما جاءت لحظة حجابي قررت استغلالها وعدم التفريط بها، لأن تلك اللحظة تأتي مرة واحدة ويجب الحفاظ عليها على حساب أي شيء آخر. بعد ارتدائك الحجاب ألم تفكري في اعتزال الفن؟ في البداية فكرت بذلك لأنني كنت لا أريد أن يشاهدني الجمهور بالحجاب، خصوصا بعد أن تعود علي بدونه، لكنني في إحدى الجلسات الدينية مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عرضت عليه هذا الأمر، فقال لي: اعملي بحجابك هذا ولكن عليك أن تحترميه. وكان يقصد من ذلك أن الحجاب ليس مظهرا فقط ولكن فعل أيضا. ولذلك قررت أن أعود للفن ولكن بالمحافظة على احترامي لحجابي، أي أن أقدم أعمالا فنية هادفة تفيد من يشاهدها. وبعدها عدت إلى الفن وأنا سعيدة، وشاركت في مسلسل إمام الدعاة الذي كان يحكي قصة حياة الشيخ متولي الشعراوي. كيف كانت ردود فعل من حولك على حجابك؟ كل من حولي كان سعيدا بالخبر، فبمجرد وضع الحجاب توجهت إلى والدتي رحمها الله، وبالطبع فوجئت بالحجاب الموجود على رأسي، ولكنها باركت لي وأيضا إخوتي. أخي مجدي قال لي: لابد أن تفكري في هذا القرار قبل إعلانه، لأنه قرار صعب ولا يمكن الرجعة فيه مهما حدث. فقلت له أنني مقتنع تماما بما أفعل، ولا يمكن أن أخلع الحجاب في يوم من الأيام. من أول الفنانين الذين أبلغتيه بالخبر؟ شمس البارودي هي أول من اتصلت بها لإبلاغها خبر حجابي، وهي التي طلبت مني أن تكون أول من يعرف الخبر، ولكنني لم أجدها في المنزل في ذلك الوقت، فاتصلت بالفنانة ياسمين الخيام وكانت في غاية الفرح والسعادة وباركت لي على ذلك. هل كنت تواظبين على حضور جلسات دينية؟ قبل حجابي لم أكن أحضر الجلسات الدينية لأنني كنت مشغولة بأمور الدنيا أكثر، فقد حضرت جلستين أو ثلاثة فقط قبل الحجاب، ولكن بعد حجابي كنت مواظبة على حضور الجلسات الدينية. ومن كان يحضر معك من الفنانين الجلسات الدينية؟ هناك العديد من الفنانين الذين كانوا يحضرون معي الجلسات الدينية، مثل ياسمين الخيام وشمس البارودي ونورة. دي ياسمين الخيام بعد الحجاب، وشمس البارودي قبل الحجاب، ودي نورة قبل الحجاب. وعن قصة اعتزال الفنانة الكبيرة نورة شقيقة الفنانة بوسي، قالت عفاف شعيب: من يصدق أن نورة اعتزلت وارتدت الحجاب في بيتي؟ نعم، داخل شقتي، ومن قبل أن أعلن أنا اعتزالي بعدة شهور. أنا كنت متعودة قبل اعتزالي أن نتناوب ختم القرآن في بيتي مرة، وفي بيت كل الفنانة من صديقاتي مرة أخرى، وكان من بين هؤلاء الأخوات ياسمين الخيام ونورة ونسرين وهناء ثروت وهناء السعد شقيقة رجل الأعمال أشرف السعد وهالة الصافي وغيرهن. المهم كان ختم القرآن ذات يوم في شقتي للمهندسين، وكنت صائمة في هذا اليوم، وكان يوم اثنين، وحضرة الحاج ياسمين الخيام. اقتربت منها وسألتها عن الإشارة وهي تتجه معي إلى غرفة المعيشة، لكنها ظلت صامتة وطلبت مني أن أنصت إلى القرآن، وكان القارئ وقتها يتلو سورة مريم. وفي هذه اللحظة وصلت الفنانة نورة ووقفت خاشعة وكأنها تستمع لهذه الآيات لأول مرة، اهتزت بشدة، كانت تبكي بصوت مسموع، ثم همست وهي تنظر إلينا جميعا. أنا يا جماعة خلاص. اندفعت الحاجة ياسمين الخيام وقبلتها وسادت بيننا فرحة طاغية، إلى أن سألتني إحداهن: وانت يا عفاف؟ فقلت بلا تردد: أنا على وشك، هانت خلاص. وعن فرحة الفنانات المعتزلات بانضمام نورة إلينا حدث ولا حرج. دي نورة بعد الحجاب. وحول أول انجذاب بينها وبين رياض العريان كان من خلال المسلسل التلفزيوني أفواه وأرانب للمخرج الراحل حسين كمال، والذي كان يؤكد لها أثناء التصوير أن رياض واقع في حبها وأقنعها بضرورة الزواج والاستقرار معه لكونها فتاة مؤدبة زيادة عن اللزوم، وتلك شيمة ليست متوافرة بكثرة في الوسط الفني. وأفصحت عفاف شعيب لصفاء أبو سعود أن سر عدم تفكيرها في الزواج يعود لعدم عثورها على فارس أحلام صورته توازي وسامة عبد الحليم حافظ ورشدي أباظة وأحمد رمزي. وذكرت عفاف شعيب عن زميلها الفنان الأسمر الراحل أحمد زكي الذي شاركها بطولة مسلسل بستان الشوك وعلاقتها الوطيدة به منذ أيام المعهد العالي للفنون المسرحية،
وحبه لتناول طبيخ من صنعها وخاصة البامية، فذكرت أنه حينما علم منها طلاقها من رياض العريان أقفل الخط في وجهها وسرع بالذهاب إليه كالمجنون، وقلب المكتب عليه وعنفه بشدة على قرار انفصاله عنها. الفنان القدير أحمد زكي، وهنا في أحد الأعمال. إذا عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين. قناتكم قناة أخبار النجوم، شكرا لكم.